كنا عملنا استفتاء كده على المدربين، وصلنا للمباراة النهائية. الاسمين اللي في النهائي كابتن حسن شحاتة والكابتن محمود الجوهري. ما عملتهاش ان انا سألت قبل كده نجم من النجوم اللي معايا على رأيهم، لكن المباراة النهائية فأحب أسألك انت، مين احسن كمدرب، كابتن حسن شحاتة ولا الكابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه؟ طب استاذنك اتكلم على ده حاجه وده حاجه وبعدين نقول. اتكلم، اعمل الكابتن وجه جوهري، مقارنه يعني. كابتن جوهري اول واحد خد بطوله 98 صح؟ مظبوط. وراح كاس عالم. كان الكره كانت دفاعيه. بس احنا كنا فرحانين ان كابتن جوهري دخلنا. كابتن حسن شحاته 3 بطولات. خدنا بطوله ولعبنا كويس قوي وما دخلش كاس عالم. فلما تيجي تقول مين اللي يكسب صعب جدا، او هيبقى الفرق نقطه لصالح الكابتن حسن. ليه؟ لان ثلاثة افريقيا بتلعب كويس قوي وجيل مش هيتكرر. كابتن الجوهري دخوله كاس العالم هو اتظلم فيها، انا مش هياخد كاس العالم. لكن البطوله الافريقيه انت بتاخدها. فكابتن حسن يعني مثلا كوبر مش كده دخل كاس العالم؟ ما عملش حاجه. او خرجنا 3 خسائر. لكن هو الدخول لكاس العالم هو حاجه مشرفه لمصر. لكن البطولات الافريقيه دي طالما خدتها يبقى انت ماشي على الطريق الصح. انا بقول لك كابتن حسن يكسب فرق نقطة، فرق نص فرق نقطة مع كابتن جوهري. 3 أمم أفريقيا فوز بيهم أحسن من تأهل للمونديال؟ هنقيم أنت أنا البطولات. عارف إنك حسبتها بنقاط تانية زي الأداء وزي أصل المستوى. هتقيم البطولات. كأس العالم اللي راحت. لكن فاهم. كوبر ما دخل كأس العالم عمل فينا إيه؟ أو خسرنا كنا 3 ماتشات. بنقول مثلا الكرة الدفاعية دي احنا كمصريين ما بنحبهاش. بس ممكن تكون في وقت انت كنت محتاجها فدخلت بيها كأس العالم. لو تواجه، طبعا ده سؤال افتراضي يعني، الكابتن حسن شحاته بفريقه مع الكابتن محمود الجوهري بفريقه، ده بالاسلوب بتاع اللي هو العب لعبك الكرة الحلوة، متع نفسك متع الجمهور، وبالتالي طريقة لعب معينة، والكابتن الجوهري بطريقة لعب انه ممكن تكون دفاعية، ممكن يكون اعتماد على اشكال مختلفة مختلفة تماما عن اشكال الكابتن حسن شحاته، مين اللي ممكن يكسب تكتيكيا جوه ارض الملعب؟ مجموعة الكابتن حسن ان دي مش كلها مش هتتكرر. رغم ان الكابتن جوهري كان معاه لعيبه كويسه قوي في في الوقت بتاع التسعينيات ده، لكن الكابتن حسن محظوظ ان طلع بيهم او بتلعب حوالي 60 70% منهم لما كان في الشباب. صح. فده اللي خدم او عمل الكوكتيل ده. حتى لما كان بيجي واحد يخش جديد او اتنين ما تحسش ان هم جداد. بفكر